بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا في المحاضرة رقم 7 للمقرر بتاعنا الخاص بالريسك مانجمنت او ادارة المخاطر. محاضرة رقم 7 يعني معناها ان احنا تقريبا وصلنا، او النهاردة ان شاء الله هنكون وصلنا بنهاية هذه المحاضرة، هنكون وصلنا ل70% من المنهج. انا عارف ان الكورس ده مش بيعتمد على الحسابات او الكالكوليشنز والاناليسز والكلام ده، فاكيد في كتير منكم بيكون بيجد صعوبة في المقررات اللي زي كده، اللي هي بيحس ان هي ايه، زي حشو كتير، شرح كتير، بيحسش ان هو ماسكها، غير مثلا المناهج اللي بتعتمد على ان هي تكون ميكس ما بين مجموعة حسابات على بعض الديفينيشن على الحاجات دي، بيحس انه ايه، انه عمل achievement. بس هو ده طبيعة المنهج ده. وليه المنهج ده كده؟ لأنه هو بيتكلم عن إدارة المخاطر بصفة عامة، وبنلقي بالنظر على بعض النوعيات أو بعض تطبيقات إدارة المخاطر مثلا على مستوى الانتربرايز، وده يمكن الشق الأكبر من التضويق للمنهج ده. وهنا لما نقول انتربرايز يعني بنقول منظمة أو شركة، وبالتالي في أنواع كثيرة جدا جدا، وفي طرق كثيرة جدا 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 من يعني في نوعيات كثيرة جدا من المنظمات والشركات في مختلف المجالات، تمام؟ فبالتالي أكيد هيبقى في طرق كثيرة جدا وأكواد كثيرة مختلفة لتطبيق إدارة المخاطر لكل هذه النوعيات. فطبعا لا يمكن إن المنهج مثلا هيدرس كل حاجة بتتعمل في كل أنواع الشغل، يعني مثلا لو مفاعلات نووية، لو شركات طاقة وبترول، لو مؤسسات مالية، لو مؤسسات صحية، لو مؤسسات بيئية، لو مؤسسات هادفة للربح، لو غير هادفة، مستحيل. فبالتالي هو بينوه على النوعية والطبيعة العمليات الأساسية، وإن إن شاء الله هيتخصص في تخصص معين، مثلا هيبقى إدارة مخاطر مختصة بالبنوك أو النقود والأسواق والكلام ده، هيلاقي اكيد في حاجات اكثر تفصيلا لهذا الموضوع وهيكمل. بس اللي احنا بنقوله هيفيده بصفه عامه، ان احنا بنشرح الكونسبت الاساسي، المعايير الاساسيه، العمليات الاساسيه، الاطر الاساسيه اللي بتطبق. فبالتالي يعني ان شاء الله هيكون عندكم اللي هي الباك جراوند اللي تخليك ان انت تقدر ان انت تتعمق في اي برانش انت هتكون تابع ليه او تشتغل فيه. لان احنا زي ما اتفقنا النهارده الريسك مانجمنت او المختصين بموضوع اداره المخاطر مش بالضروره يبقى طبيب علشان يشتغل في المؤسسات الصحيه، لا، هو ممكن يمانج المخاطر لمنظمات صحيه ومستشفياته على مستوى كبير جدا، وهو راجل ملوش علاقه بالطب خالص، لا الطب ولا الصيدله ولا التمريض ولا الكلام ده، تمام. وبرده ممكن ان هو يكون في شركات هندسية أو شركات مقاولات أو شركات بترول، وهو لا علاقة له بهذه النوعية من الإيه، من الصناعات، تمام؟ أمال هو إيه؟ هو حد متخصص بتاع ريسك مانجمنت، بيكمل بقى ما يحتاجه من هذا القطاع أثناء ممارسته للعمل. طب هل هيبقى ناجح؟ أه طبعا هيبقى ناجح جدا كمان إن شاء الله. طيب إحنا النهاردة هنستعرض مع بعض الانتربرايز ريسك مانجمنت. طبعا هتقولوا لي تاني انتربرايز ريسك مانجمنت، انت مش اتكلمت عنها يجي 20 مره؟ احنا زي ما اتفقنا كل مره كده بنتكلم من وجهه نظر معينه، بنعمل سترينسنج على حاجات معينه، يعني المره دي هنركز على الفيتشرز، الملامح بتاعه الانتربرايز ريسك مانجمنت اللي هي اداره المخاطر المؤسسيه، ملامحها عامله ازاي، ليها 8 ملامح مثلا هنستعرضهم، ودول مهمين جدا. الديفينيشنز نفسه ايه، هو تعريف، احنا خدنا برضو مجموعه من بس هناخد ديفينيشنز من وجهه نظر بعض الانستيتيوتس. طب ليه الكلام ده؟ لان انت راجل دلوقتي هتبقى متخصص ريسك مانجمنت، فلازم تبقى عارف الكلام ده، لازم تبقى عارف ملامح الانتربرايز ريسك مانجمنت، لازم تبقى عارف الكوز، ومثلا عرف الانتربرايز ريسك مانجمنت قال عليها ايه، لازم برضو تبقى عارف البينيفيتس اوف انتربرايز ريسك مانجمنت، تمام. قلت له احنا برضو خدنا قبل كده بينفت، ايوه مظبوط، ده كله بيكمل الصوره، يعني كل الكلام ده يعني بيكمل بعضه. طيب من الحاجات الجديده
اللي هناخدها النهارده ان شاء الله الاي ار ام والبيزنس كونتينيوتي. دي بقى ايه، ما عملناش عليها ممكن تكون اتقالت برضو كده في نص المحاضرات اللي فاتت بس على عجاله، لكن النهارده ايه يعني هنربط شويه بقى بين الاي ار ام والبيزنس كونتينيوتي اللي هي استمراريه الاعمال. طيب، وهنتعرض لمصطلح ما قلناهوش قبل كده خالص بقى، اللي هو حاجه اسمها الريزيلينس. ايه قصه الريزيلينس دي؟ الريزيلينس هي قريبه او متعلقه بقى ومرتبطه بالاثنين، بالانتربرايز ريسك مانجمنت وموضوع البيزنس كونتينيوتي. خلينا بقى لما نخش في التفصيل فيها نعرفها هي ايه بالظبط. تمام؟ طيب، طبعا يمكن زمان اساسا ما كانش يعني مصطلح الانتربرايز ريسك مانجمنت ده دارج، اللي هي اداره المؤسسات، اداره المخاطر المؤسسيه. يعني الناس كانت دايما تقول ريسك مانجمنت وتسكت. تمام؟ بس مع الوقت ابتدينا ان احنا نستخدم مصطلح انتربرايز ريسك مانجمنت علشان يكون مقصود بيه عمليات اداره المخاطر اللي هتتعمل على مستوى المؤسسه نفسها، واللي هيتم ممارستها على ليفل الشركات. فهي الفاندامنتال ايديا وراء مصطلح استخدام الاي ار ام، يعني واحده من الاشياء الاساسيه اللي في الموضوع، هو ان انت لما بتطبق الريسك مانجمنت على مستوى الشركه انت بتنظر للمخاطر كلها مع بعضها البعض، مش بتاخدهم واحد واحد. يعني عاده احنا مثلا في لو شغالين بروجكت ريسك مانجمنت او اوبريشنال ريسك مانجمنت او الكلام ده، بمسك الريسك اعرفه وابدا اشوف الامباكت بتاعه ايه. لا، الجماعه بتوع الانتربرايز احيانا او في بعض الطرق كده يجمع المخاطر كلها ويشوف تاثير المخاطر دي كلها على هدف واحد عنده او على عمليه اساسيه عنده وهكذا. يبقى اذا حاجه اساسيه في موضوع الانتربرايز ريسك مانجمنت اللي هو ايه، ان انا بنظر او بشوف الريسك مانجمنت ككل، مش ان انا بنظر اليها الريسك باي ريسك. الاي ار ام هي بتعمل على توحيد الاطر وتعمل انتجريشن للطرق اللي بتطبق على مستوى الشركه او على مستوى المنظمه. عشان كده مصطلح يونيفاينج ده مصطلح مهم جدا، هو عمليه توحيد العمليات اللي انا بطبقها على مستوى الشركه بالكامل. ولما اقول اي ار ام يبقى معناها ان انا الشركه بتاعتي بتنظر الى كل المخاطر اللي هي ممكن تواجه الشركه او ممكن ان هي تاثر عليها او على عمليات تشغيلها. طبعا الاي ار ام او الانتربرايز ريسك مانجمنت هي بتركز تركيز اساسي مع طبعا الاداره العليا للشركه على المخاطر اللي هي ممكن تاثر على اهداف الشركه. يبقى ده ليفل الانتربرايز، ليفل الاي ار ام انتربرايز ريسك مانجمنت او اداره المخاطر المؤسسيه، ان هي بتركز جامد جدا على المخاطر اللي ممكن تأثر على إيه؟ على أهداف الشركة. فاكرين لما اتكلمنا على مستوى المشروع وقلنا مخاطر بتأثر على مشروع هي اللي هي البوتنشال ايفنتس التي قد تؤثر على واحد أو أكثر من أهداف المشروع، ده البروجكت ريسك مانجمنت. لكن لما أجي أتكلم على انتربرايزز يبقى أنا هتكلم على أهداف الشركة. يبقى هي المخاطر هي الأحداث المحتمل اللي ممكن تأثر لي على إيه؟ اهداف الشركه، الاوبجكتيفز بتاعت الشركه، او الكي ديبندنسز اور الكور بروسيسز اوف ذا اورجانيزيشن. يعني ايه؟ يعني النهارده الشركه بتعتمد على حاجات اعتماد اساسي. لو الحاجه اللي الشركه بتعتمد عليها اعتماد اساسي دي اتاثرت، يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا ايه ان الريسك مانجمنت اللي على مستوى المؤسسه بتسعى اليها، ان هي تؤمن
اللي هي الاحتياجات الأساسية بتاعتها، أو اللي هي الديبندنسز، يعني زي إيه ببساطة؟ زي أنت النهاردة عامل بيزنس بيعتمد مثلا زي أبليكيشن، تمام؟ فأنت البيزنس بتاعك قائم على اللي هي مثلا حاجة زي بي تو سي كده، إن أنت إيه بتجيب بعض المنتجات وتوزعها ومش عارف إيه وعامل صفحة والكلام ده، فأنت بتعتمد أساسا على الإنترنت، بتعتمد أساسا على الصفحة بتاعتك عشان تحقق أهدافك من مكاسب لسمعة ليه، تمام؟ فمن ضمن الحاجات اللي هي على مستوى الانتربرايز هي الصفحة، الصفحة دي بعد الشر لو اتضربت خلاص اتضربت في مقتل كرزق يعني، تمام؟ الانترنت، لو الانترنت قطع عمل لك مشكلة، بوظ لك الشغل بتاعك. فهو ده مثال للكي ديبندنسز، ان انت الصناعه بتاعتك. واحد تاني مثلا ربنا كرمه وعنده مجموعه من السيارات اللي هي الليموزين او السيارات الاجره، عنده ستول، يبقى هو الكي ديبندنسز عنده هم العربيات والجماعه الاخوه السواقين، تمام؟ فلازم يمانج المخاطر او ينظر صوره كامله على المخاطر اللي ممكن تاثر له على عربياته وعلى السواقين بتوعه، تمام؟ وهكذا. طبعا في امثله كتيره جدا. يبقى اذا انا مستوى الانتربرايز ريسك مانجمنت ان انا بنظر لاهداف الشركه، الاهداف اللي انا عايز احققها او الاهداف اللي انا بحطها كل فتره، سواء كانت اهداف حاليه او اهداف مستقبليه، بالاضافه الى الكي ديبندنسز اللي انا بعتمد عليهم، وكذلك على العمليات الاساسيه بتاعه الشركه بتاعتي. يعني على سبيل المثال شركات مثلا اللي هي العاملة في مجال البترول والكلام ده، عندهم مراحل تنقية، عندهم عمليات مش عارف فصل ايه عن ايه، كل هذه العمليات الأساسية معرضة لمخاطر، ممكن هذه المخاطر توقف هذه العملية، وهي عملية أساسية من عمليات الشركة، فبالتالي معناها ان شغل الشركة كله هيعطل او هيتعطل او هيتعرض لتوقف او عطل او كده، تمام؟ يبقى ده مفهوم الانتربرايز ببساطة، ان انا الانتربرايز هي كونسنتريتد على ايه؟ على المخاطر اللي هي ممكن تأثر على أهداف الشركة، او على الكي ديبندنسز، او على الكور بروسيسز بتاعتي. كذلك ان هي بتركز على الاوبورتيونيتيز اللي انا ممكن اكسب من وراها، تمام؟ يعني هي مش بس بتركز على، يعني احنا لان احنا اتكلمنا من محاضرات السابقة ركزنا على موضوع ان انا بيبقى عندي كده تطور لاداره المخاطر. لما باجي اتكلم من وجهه نظر الانتربرايز بقول انا عندي مثلا المرحله الاولانيه اللي هي الالتزام كومبلاينس، تمام؟ وبعد كده الهازارد، ان انا بشوف اللي قد يؤثر على الناس بتوعي او على الممتلكات بتاعتي والاسيتس بتاعتي، وبعد كده بشوف بقى اللي هي الايه الكنترول ومستوى الانسرتينيتي، المخاطر اللي ممكن تواجهني العادية أو الانسرتينيتيز، وبعد كده آخر حاجة ورابع حاجة اللي هي اللي بتبقى الريسك اوف اوبورتيونيتي، تمام؟ فطبعا أنت النهاردة لما بتفتح شركة أو بتعمل بيزنس مش عامله علشان إن أنت تلتزم مثلا بقوانين الدولة وخلاص أنا ملتزم أهو، طب ما أنت عاملها ليه أصلا؟ يعني أنت النهاردة لما على سبيل المثال لو فاتح مطعم مثلا، أنت فاتح المطعم أكيد عشان تكسب وتحقق مكاسب مادية، والمطعم يبقوا اتنين وتلاتة وخمسة وسلسلة وهكذا، عظيم. طيب يبقى اذا انت طبعا عشان المطعم ده اساسا يبدأ يتحرك لازم يكون عندك كومبلاينس مع المعايير بتاعة الدولة، بس انت مش فاتح عشان ان انت تعمل الكومبلاينس تقول يا دولة انا هو الحمد لله بطبق معايير الصحة والسلامة وامن الغذائي والنقاء الاطعمة والكلام ده كله. طب وبعدين؟ يعني لا، ما هو انت مش ده جزء اساسي الالتزام عشان تبدا ان انت تتحرك وتشتغل، بس انت اساسا ليه عامل المشروع؟ ما انت عشان تكسب. فاذا ده اللي احنا بنقوله، ان انت طبعا ان الريسك مانجمنت هي مش فقط ان انا بتحمي الشركه من المخاطر المرتبطه بالالتزام بالقوانين والمعايير القانونيه والعالميه والكلام ده، او المحافظه على ممتلكات الشركه، ما اساسا الشركه يعني هي خاضعة للقوانين وبتطبق القوانين والمعايير والكلام ده ومشترية الاسيتس وموظفة ناس، ده كله ليه؟ ما عشان تكسب. حتى المنظمات الغير ربحية برضه ليها اهداف وفي اوبورتونيتيز لازم ان هي تقتنصها. يعني ايه؟ يعني النهارده احنا لو بصينا للجهات اللي تابعة للقطاع العام، يعني
مش اذكر دوله بذات نفسها، بس اي حد من حضراتكم في الدوله اللي هو موجود فيها هيلاقي هذا الكلام، هيلاقي فيه بعض القطاعات في القطاع العام اسم كبير وفخم وبراك ومش عارف ايه، لكن الناس جوه تحس ان هم نايمين شويه، مش منتجين حبتين، يقول لك ده حكومه وهكذا. وفي برضه في القطاع العام اسماء بس ما ينفعش واحد يقولها، بتبقى يعني على سبيل المثال مثلا اللي هي القطاعات البتروليه في الدول البتروليه مثلا، تحس ان القطاع البترولي سابق الدوله وسابق العالم كله ب 20 سنه لقدام، بيطبق نظم حديثه جدا والناس هناك شغاله ما شاء الله زي الساعه ومرتباتها عاليه جدا، على الرغم ان هو برضه يبقى ممكن يكون يعني منتمي لاحد مؤسسات الدوله، ما هي دي نفس الدوله اللي فيها المؤسسه دي تابعه اليها وفيها المؤسسه دي برضه تابعه اليها. فهي القصه في ايه؟ ان ده حد قادر يقتنص الفرص والامكانيات متوفره ومش عارف ايه، فقادر ينجح والبرفورمانس يبقى عالي جدا، واصبحت نقطه جاذبه ان هي بتجذب ناس كتيره جدا لهذا المكان وتتمنى ان هي تشتغل فيه. تمام. وفي قطاعات اخرى بتبقى نايمه خالص وما بتعملش حاجه، او يعني بمعنى ادق غير جاذبه، عشان نكون بس منطقيين في التشبيهات، غير جاذبه للناس. عظيم. برضو ده على المستوى مثلا القطاع الحكومي. لو بصينا على مستوى القطاع اللي هي المنظمات الغير ربحية اللي مش تابعة للدولة زي الجمعيات، ما هو أكيد اللي عامل الجمعية دي مثلا جمعية رعاية مش عارف إيه، أو الاهتمام بإيه في إيه، أو الكلام ده كله وات إيفر كان إيه هدفها، أكيد الراجل ده أو يعني الكيان ده له أهداف عايز إن هو يحققها، وأكيد نفسه يكبر ونفسه ينمو، فمما لا شك فيه ان في اوبورتونيتيز ولازم يشتغل عليها عشان يقتنصها، او هذا الكيان هيدبل وهيذبل وهيموت. فاذا هنا لما بنقول الاوبورتونيتيز مش معناها مكسب مادي بس، لا، معناها مكاسب في يعني تخدم على الهدف اللي انت عملت علشانه الانتيتي دي. كذلك برضو ان هنلاقي ان دايما طريقتنا في اداره المخاطر على مستوى الانتربرايز ان انا دايما بهتم بالايه، بالهدف الاساسي او العمليه الاساسيه في الانتربرايز، يعني بحلل من هذا المنظور. يعني ايه؟ يعني في طرق تقليديه مثلا او في طرق تانية اللي هي مش الاي ار ام زي مثلا بي ار ام او كده، عاده بيبقى انت بركز على كل ريسك في حد ذاته، بتبدأ تشوف الريسك ده بيأثر على تأثيراته ايه بالظبط، اولا بتبدأ ان انت تقيمه وبعدين تشوف تأثيراته وتعمل له تريتمنت وهكذا. هنا عادة انا بربط اكتر من خطر بهدف واحد، فبنظر من منظور الاهداف او المين اليمنتس اللي موجودة في الشركة قبل ما منظر من منظور الريسك نفسه. فالنقطتين دول اللي هما ان انا بقول دايما ان ERM approach that relationship between the risk is identified by the fact that two or more risks، يعني عادة هو بيعمل identification ممكن يكون حصل قرار معين فبقى في فاكت معين، هذا الفاكت هو ده اللي انا بنظر له، فممكن اعرف 2 3 4 5 6 مخاطر. تمام. بس في الاخر هتلاقيهم بيأثروا مثلا على هدف واحد، فبربط بالهدف ده او مين اكتيفيتي مثلا نشاط اساسي ليا، ببدا ان انا اقيم بناء على هذا الايه النشاط ومدى تاثره بعده المخاطر اللي انا لسه معرفها. تمام. كذلك برضو نقول ان الاي ار ام ابروتش از بيزد اون لوكينج ات ذا اوبجكتيف، عاده انا بنظر لايه للهدف نفسه وابدا اربط بيه المخاطر اللي ممكن تاثر على الهدف ده. تمام. و مش الهدف لوحده، لا، انا بنظر للاهداف وبنظر برضو على الكي ديبندنسز وبنظر على العمليات الاساسيه او الكور بروسيسز بتاعه الانتربرايز عشان اقيم المخاطر اللي مرتبطه بهذا العنصر او هذا الهدف او خلافه. طبعا عايزين ناكد على ان الشركات في عدد كبير جدا من طرق اداره المخاطر من ضمنها الطرق البلدي. يعني ايه الطرق البلدي؟ تلاقي واحد كده عنده مثلا محل صغير او حاجه زي كده، لكن الراجل ده بسم الله ما شاء الله حكايه، يقول لك لا خد بالك اصل ممكن
الحاج ابو فلان يتاخر عليا انه يجيب لي كذا، وده ممكن يؤدي الى عجز عندي في الماده الفلانيه، خليني ان انا اتصل بابو علان ده يجيب لي كذا بدري، ده انا اثق فيه اكتر. لا اصل الواد اسمه ايه ده دايما بيتاخر وهو بيجيب الحاجه، لا 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 خليني ان انا اعتمد على مش عارف ايه. فتلاقي الراجل يعني ممكن يكون راجل بسيط وعنده حجم بسيط من التجاره او شركه بسيطه، الا انه عامل بسم الله ما شاء الله ريسك مانجمنت عالي جدا. مش كده وبس، لو هو مثلا محل، ما احنا اتفقنا بقى هي العمليه مش مكسب وخساره وبس، لا هو كمان بيحافظ على سمعته. يعني هو ممكن يكون محل مثلا بقاله او تموينات كما يقال عنها في دول مجلس التعاون الخليجي، تمام. تلاقي الراجل بيصنف الارفف بتاعته بالطريقه ان المنتجات ما تاثرش على بعضها البعض. يعني الناس الساذجه في المجال ده تلاقي مثلا حاطط لك الصابون جنب مثلا بعض الاطعمه مثلا، تمام، فتلاقي ان الاطعمه واخده ريحه الصابون، تيجي انت تاكل، وحصلت للواحد كتير، تيجي تاكل تلاقي الاكل طعمه صابون او في الفليفر بتاعت الصابون فتقرف، تمام. فلا ده بيرصها بالطريقه ان يبقى عامل عزل، ما ده ما ياثرش على ده. فدايما لما تروح تشتري منه سلعه او حاجه تلاقي يعني ان هي صالحه للاستخدام اللي انت جايبها على اساسه. لو منظفات تلاقيها بتنظف كويس جدا، ما تلاقيهاش ان هي مثلا الرابس والكلام ده تلاقيه مثلا تتجمع وكلكع ومش عارف ايه ومش عارف تشتغل بيه. لو اطعمه تلاقيها محافظه على الفليفر بتاعتها، على طعمها، مش اكسبايرد وهكذا، تمام. فالراجل ده بيبقى بطريقته حاطط طرق للمانجمنت اللي هو بيقدر ان هو يعرف كل المخاطر اللي ممكن يتعرض لها، سواء اللي كانت على ان هي ممكن تعمل له اكسبايرنج وهو بيخزن برضه حاجته، من حاجات ممكن تتلف، حاجات ممكن لون هيغير، حاجات ممكن مش عارف ايه. هو بيقدر ان هو يمانج عملياته بحيث بطريقه سليمه وطريقه ناجحه جدا، تمام. ده هو بقى عامل فريم ورك لاداره المخاطر، بس عامل الكلام ده في دماغه. يعني هو الراجل قادر ان هو فعلا يمارس الريسك مانجمنت على مستوى الانتربرايز بشكل جيد جدا، تمام. طيب وبرضو على فكره نفس الطريقه، ممكن في ناس بيبقى عندها سلاسل محلات وعندها حجم ضخم جدا من التجاره وقاعده شغاله بنفس الطريقه، بس هي القصه في ايه؟ احنا كاهل العلم لا ننصح بذلك. ليه؟ لان يعني ده جميل جدا، ده انت بتعتبره اكسبرت، بس المفروض بقى ان انت يبقى عندك منظومه تحول هذا الكلام وهذه الافكار الابداعيه على كلام على الورق، وتبقى سيستماتيك ابروتشز يتم تطبيقها بطريقه احترافيه، لان كده هيبقى كل حاجه معتمده على هذا الرجل. لو عي شويه او وقع او حاجه الدنيا كلها هتبوظ، تمام. بس المهم اللي احنا عايزين نقوله ايه، ان في طرق عديده جدا من طرق اداره المخاطر، سواء كانت بالشكل البلدي او الشكل التقليدي او الشكل الحديث او الشكل الحديث جدا وهكذا. ولكن في نقطه مهمه جدا ان احنا عايزين نقول ايه، عايزين نقول ان في النهايه على الرغم من اختلاف الطرق والوسائل بتاعت اداره المخاطر، الا ان هي بتشترك في ايه؟ سمات معينه وملامح معينه. في تمن او في عده سمات اساسيه لازم ان احنا نعرفها في عمليات اداره المخاطر المؤسسيه او الانتربرايز ريسك مانجمنت. هذه السمات هنبدأ إن احنا نشوفها بشكل منفصل، يعني هناخدهم سمة سمة كده ونبص عليهم. أول حاجة إن من سمات إدارة المخاطر المؤسسية إن المفروض اللي هي بتشمل كل مناطق التعرض بتاعة البيزنس بتاعك أو بتاعة الشركة بتاعتك. زي ايه؟ زي الفاينانشال، الاوبريشنال، الريبورتنج، الكومبلاينس، جوفرنانس، استراتيجيك وهكذا، ريبيوتيشنال. والمثال ده اللي انا يعتبر يعني لسه قايله ببساطه على الراجل اللي هو صاحب المحل البسيط، تمام، ان هو بيفكر في كل حاجه، وهو لما ان هو بيتابع الاغذيه اللي هو حاططها والاكسباير ديت او تاريخ انتهاء الصلاحيه، هو هنا بيحقق حاجتين. بيحقق حاجه ان هو يفضل كومبلاينس، عشان لما تيجي مثلا الجهات التابعه للوزارات او اجهزه الدوله المعنيه في المراقبه ان هي تتاكد ان السلع والبضائع اللي حاططها ان هي قابله للاستهلاك الادمي، تمام، هيلاقوها فعلا قابله للاستهلاك الادمي، ما عندوش حاجه اكسباير، ما عندوش حاجه تالفه، ما عندوش حاجه بايظه، تمام. يا
يبقى ده حقق كده كومبلاينس، وفي نفس الوقت ان هو قدر يحقق اوبريشنال برضه، ان هو هيفضل شغال بشكل جيد. انت لما حضرتك عاده يعني فعلا حتى واحنا صغيرين بقى، قبل بقى المحلات الكبيره والسوبر ماركت والهايبر ماركت والحاجات دي، كنا دايما مقسمين كده الناس اللي هم اصحاب البقالات مثلا، لا ده حاجته دايما مطربه وبايظه ومش عارف ايه، ما نجيبش من عنده. حتى واحنا صغيرين كده كان مثلا يبعتونا نجيب حاجه، هات من عم فلان، ما تجيبش من عم علان. عم علان ده حاجته دايما بايظه او ايه، مش يعني مش كويسه، مش فريش، مش مظبوطه، مفعصه، مطبقه، وهكذا. تمام. اضافه ان برضو نفس الشخص ده ان هو كان بيفكر بيقول لك انا مش عايز اعتمد بس على اكس وواي وزد ان هم اللي يجيبوا لي، لان احيانا ده بيعطل واحيانا ده بيبقى مشغول، انا عايز مثلا ابدا اشوف طرق تانية من الهيد ديليفري بتاعت البضائع، او ان انا إيه؟ ودايما لما بيشوف ان عنده منتج مثلا هيخلص او حاجه بيرجع يتصل من هم اللي بيقولوا عليهم التجار النصف جمله او الجمله عشان يجيب له ستوك وهكذا، فدايما يبقى عنده كونتينيوتي في البيزنس بتاعه وما يحصلش عنده عجز او نقص. ليه؟ لان هو لو حصل عنده عجز مثلا في حاجه، يعني انت رحت النهارده اشتريت طلق، يعني حبيت تشتري من عنده حاجه معينه ولقيتها مش موجوده، ممكن المره الجايه تبقى انت عايز حاجه تانيه تقول لا ما هو ممكن ما يبقاش عنده، فبالتالي السمعه بتبدا تتاثر ومش عارف ايه وهكذا. فالمهم، فهي ببساطه شديده الانتربرايز ريسك مانجمنت من احد ملامحها ان انا بنظر لكل حاجه، يعني ما ينفعش ان انا انظر للمخاطر مثلا ارتفاع الاسعار ومش عارف ايه وامن نفسي فيها، وحاجات مثلا ممكن تؤدي الى تلف المنتجات بتاعتي ما افكرش فيها، تسمم مش عارف ايه ما افكرش فيه، عجز ما فك... لا هفشل. فانا لازم انظر للمجموعه المتكامله، لازم برضو انظر لايه، يعني ممكن يكون الراجل اللي احنا بنتكلم عليه ده ناجح ورائع في شغله وعنده منتجاته ممتازه وبيجيب من اماكن جيده جدا باسعار منافسه جدا، فبالتالي بيعرضها وما عندوش جشع، فبالتالي بيعرضها بسعر منافس جدا. وفعلا برضه واحنا صغيرين كان واحد بيلاقي اماكن كتيره قبل بقى موضوع الانترنت والكلام ده كله، انت تعرف تعمل كومباريزون في الاسعار والكلام ده، فكنت تروح مثلا تسال تلاقي نفس الحاجه هنا في مكان اعلى من مكان تاني، فدايما يقول لك ده فلان ده راجل جشع، ده مش هو ممكن يكون جشع او عبيط، يعني الاثنين تؤدي الى نفس النتيجه. يعني ايه عبيط؟ يعني هو اساسا لما جاب البضاعه بتاعته دي كلفته كتير، حط عليها مش ربح صغير فبرضه سعرها غالي، لكن التاني بيستخدم طرق اكثر ذكاء فبيوفر في الوقت وفي الجهد وفي المصاريف، فبالتالي بيقدر يحط هامش ربح قد يكون اعلى حتى من التاني ويكون ايه بسعر ارخص منه، فالناس تقول عليه ان هو راجل امين وراجل كويس وتروح تشتري منه، على الرغم ان هو يعني كسبان اكتر من التاني. او جايز يكون التاني ده ابو سعر عالي، ده هو فعلا جشع ان هو حاطط هامش ربح كبير ومعتمد على جهل الناس في الوقت ده، ما كانش فيه مقارنات بتتم بشكل كبير، فبالتالي إيه؟ وممكن يكون الاثنين، ان هو عبيط وجشع ان هو بيجيبها بسعر عالي وبيحط عليها مكسب عالي، فاللي زي دول المفروض ان شويه وبيخرجوا من السوق. تمام؟ طيب. فهذه النقطة، ان ممكن يكون هو مأدي ده كله بس يكون عنده خطر واحد من مخاطر الامتثال، ما دفعش الضرايب بتاعته، ما دفعش مش عارف رسوم ايه للدولة، هوب تقفل له المكان وده كله يروح. فعشان كده اللي احنا عايزين نقوله ببساطة والمفهوم اللي لازم يكون يعني فيري كلير في اذهان حضراتكم جميعا، ان انا اداره المخاطر المؤسسيه لازم انظر لكل جوانب اللي بتتعرض ليها المؤسسه، فدي احد الملامح وفيتشر مهمه جدا. النقطه الثانيه، زي ما احنا لسه قايلين من شويه انا لازم اشوف كل مجالات التعرض للمخاطر ومش عارف ايه، لا لازم احدد بقى الاولويات. تمام؟ ليه؟ لان طبعا وهنا انت بتتعامل عاده مع المخاطر بالجمله، يعني مش بتتعامل معاهم ريسك ريسك، لا يقول لك دي المخاطر اللي بتاثر لي مثلا على السمعه لو 20 30 ريسك، دي المخاطر اللي بتاثر لي على الكومبلاينس، دي المخاطر اللي بتاثر لي على الماركت شير. تمام؟ ففعلا انت المفروض بتتعامل مع المخاطر كباكجز، تمام، كمحفظه من المخاطر او مجموعة من المخاطر مع بعضها بتأثر على حاجة معينة، بس أنت الحاجة بقى اللي أنت بتفكر فيها دي إن هي هتأثر عليها زي مثلا كومبلاينس أو السمعة أو الماركت شير أو خلافه، أنت نفسك بتعمل لها أولويات. يعني أنا بيبقى عندي أولوية إن أنا نمرة واحد مثلا على سبيل المثال الكومبلاينس، لا الأول أكون مدي حق الدولة
ان انا اكون عامل كل، لان هي القصه ببساطه ان ممكن يكون في احد المتطلبات القانونيه اللي الدوله طالباها هو لا هيكلفني فلوس ولا مش، يعني على سبيل المثال مثلا اليافطه اللي محطوطه تمام، ممكن تكون ابعادها غير مطابقه للي عايزاه الدوله، هيعملوا لي عليها مشكله ومش عارف ايه، وممكن يشمعوا المكان فتره ويضربوا السمعه ويعملوا، مع ان هي لها حاجه، لا انا بسرق الدوله في حاجه ولا انا باذيها، هو يمكن بس يكون ايه الديزاينر ما كانش عارف المتطلبات بتاعه المكان ده ان يعمل لافته بهذه الابعاد تمام. فبالتالي اللي احنا بنقوله ان لازم يكون، لان انا هلاقي ايه في موضوع المخاطر اللي هتواجه المؤسسه كمياتها واعدادها كبيره جدا، فبالتالي لازم يبقى عندي بريوريتي، اعمل دي الاول ودي اهم من دي ودي افضل من، وهكذا تمام. بيبدأ بقى برضو من الملامح الأساسية إن بيبقى عملية تقييم المخاطر زي ما اتفقنا، دايما أنا لما بشتغل على مستوى الانتربرايز بتعامل مع المخاطر كده بالجملة بالمجموعة، بقول إيه محفظة المخاطر مثلا المالية، أو المخاطر مجموعة المخاطر اللي كذا اللي هتأثر لي على كذا، ببدأ أقيمها في سياق جميع مكونات المنظومة بتاعتي. يعني انا بيبقى عندي حاجه اسمها سياق داخلي وسياق خارجي او سياقات خارجيه تمام. السياق الداخلي اللي هو ايه، اللي هي كل مكونات الشغل بتاعي داخليا انترنال طيب، والسياق الخارجي اللي هي كل الكومبوننت اللي بتحيط بالشغل بتاعي من ظروف للدوله للكوميونتي اللي انا فيه، لا مش يعني حتى مثلا المحلات اللي هي ايه في منطقه مثلا معينه، يقول لك هنا الراجل ده او يعني هنا الكوميونتي اللي انا فيه ما يحتملش ان انا اجيب المنتجات بقى الماركات اللي هي العالميه والبرفانات اللي مش عارف ايه والكلام ده، يقول لك يا عم دول ناس بسطاء، هات لهم حاجات مضروبه بس يبقى او مش سوري مش مضروبه، اللي هي الحاجات التقليد اللي هي المقلده، او لان هم عايزين ده، يعني هو مش هيبقى معاه ثمن المنتج مثلا الاصلي، فبالتالي ما عندهمش بادجت ولا عندهم الرفاهيه دي، وعايز برضه منتجات مشابهه للمنتجات الاصليه، فهنا بتعتمد مثلا حاجه شكلها حلو ملون شويه براق حبتين يعيش سنه تمام، لان لو جاب المنتجات الاصليه باسعارها المكان مش هيحتمل. على العكس لما حضرتك تكون في مكان مثلا الساكنين اللي فيه او الناس اللي موجودين اللي فيه مستواهم عالي جدا ثقافيا واجتماعيا وماديا وهكذا، ما ينفعش بقى الراجل اللي هو اللي بيبيع المنتجات المقلده دي ان هو يروح هناك ويبيعها، طبعا هيفشل او مش هو ده مش هيبقى عليه الطلب خالص. فهي دي القصه. وعلى فكره في بعض الاماكن بيكون مكان في يعني فتره من الفترات الناس اللي ساكنين فيه من المستوى العالي والراقي ومش عارف ايه، وفجاه يقلب عشوائي شويه وذوق الناس يختلف. فلهذا السبب ان عشان كده بنقول ان دايما انت بتعمل اناليسز للسياق الداخلي بتاعك والسياق الخارجي وهكذا تمام. طبعا اللي بيتعامل مثلا مع المنتجات اللي هي المقلده وهي ليها زبونها وحاجات زي كده معرض لمجموعه من المخاطر تمام، لان اساسا المنتج ده المتقلد عنده ممكن لوحده وهو موجود كده يبوظ يعمل بس، فهو لازم يبقى فاهم انه هيتعرض لهذه النوعيه من المخاطر. برضه التاني اللي بيشتغل في الماركات والبراندات اللي هي العالميه والكلام ده متعرض لنوع تاني من المخاطر، الا وهو مثلا على سبيل المثال ان البراند ده بعد فتره مش هيبقى فاشن، مش هيبقى هو ده اللي عليه الطلب، والناس دي زي ما اتفقنا ذوقها عالي وبتدفع كتير فعايز احدث حاجه فياخد باله، يعني كل حاجه هي دي السياقات اللي احنا بنتكلم عليها. الحاجه الاخرى برضو اللي احنا بنتكلم فيها من ملامح الانتربرايز ريسك مانجمنت ان في ترابط ما بين المخاطر وبعدها البعض، يعني انت ممكن تلاقي زي ما اتفقنا كده مجموعه من المخاطر هتاثر لك على كذا وممكن في نفس الوقت هتاثر على كذا وكذا وكذا، فبالتالي لازم حته الترابط دي ناخد بالنا منها. زي ايه؟ زي ما قلنا ان انا النهارده لما اقول انا هحط البضائع دي جنب البضائع دي ممكن البضائع دي تاثر على دي، انا كده هبقى اثرت على كذا حاجه في نفس الوقت، اثرت على ثقه الكلاينت فيا، اثرت على ماديا الحاجات دي لو باظت هرميها وهدفع ثمنها كلها، اثرت هتؤدي الى ان انا لو جت جهات اللي هي اللي بتعمل تفتيش او حاجات زي كده ولقيت الكلام ده تالف هتغرمني ممكن توقف لي وهكذا. يبقى دايما في ترابط ما بين المخاطر الفرديه وبعضها. برضو الانتربرايز ريسك مانجمنت
المفروض ان هي بتبقى زي ما قلنا بقى، ان احنا ما ينفعش ان انا اشتغل في الطرق البلدي، او احنا مش جايين يعني نشرح اداره مخاطر بالطريقه اللي هي الايه الفرديه او الطريقه الغير علميه اللي هي بالخبره والفهلوه والشطاره. لا، حتى لو كده اعملها بطريقه منظمه، خليها بروسيدرز، خليها اجراءات متبعه وهكذا، سواء بقى كانت في عمليات كواليتيتيف او كوانتيتيف، اللي هي سواء الوصفيه او اللي انت بتعمل كوانتيتيف اناليسيز، ان ده هياثر بقيمه كذا، هيؤدي الى كذا، والريسك موديلنج وهكذا. الناس بقى الفيري بروفيشنال تلاقيهم دايما من ضمن الملامح بتاعه الانتربرايز ريسك مانجمنت، تلاقي ان القرارات الاستراتيجيه او القرارات الحاسمه دايما مرتبطه بالريسك مانجمنت، فبيعمل تضمين لاداره المخاطر ان هي بتبقى احد اهم عناصر اتخاذ القرار بتاعه في كل شتى ومختلف مجالات القرارات اللي هو بياخدها، قرار اقتصادي، قرار تجاري، قرار مش عارف ايه وهكذا. من الحاجات برضو اللي هي الكومن فيتشرز بتاعت الانتربرايز ريسك مانجمنت، بيعتبر ان هو بيديني طريقة ان انا اعرف بيها المخاطر اللي انا هبدأ اخدها علشان احقق الاهداف الاستراتيجية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة شديدة لازم احنا نبقى عارفين ان انت هتخش تعمل بيزنس، يبقى هتاخد ريسك، وارد ان الريسك كده يحصل وتدفع ثمن. فانت النهارده بتقول مثلا انا عايز اكبر البيزنس بتاعي واخش مثلا على نوعيه جديده من الاعمال، لازم تفهم النوعيه الجديده من الاعمال دي مرتبطه بمخاطر شكلها ايه، وايه اللي ممكن يحصل لك، وايه اللي انت ممكن تضطر تدفع ثمن. تمام؟ فدي طبعا بتبقى طريقه جيده ان انت تقدر تحدد ايه هي المخاطر المرتبطه بالقرارات الاستراتيجيه بتاعتك. ومن ضمن مميزاته ومن ملامحه ان هو بيقدر يبني اللي هو الفيتشرز بتاعت عمليه اداره المخاطر المؤسسيه، بتكون وسيله جيده ان انا بقدر ان انا اشارك القضايا المرتبطه بالمخاطر ما بين الاقسام وبعضها. يعني على سبيل المثال لما انا بيبقى عندي ريسك ريجستر واجيب بيانات من هنا ومن هنا ومن هنا، فالناس كلها بتبدا تتشارك، بيبقى نوع من انواع الكوميونيكيشن والفهم المشترك للقضايا المرتبطة بالريسك مانجمنت. كمان ان هو بيبقى احد السبورتس او الدوكومنتس الداعمة، وبتضمن سهولة الاوديتنج لما يجي حد يعمل اوديتنج، او سواء كان انترنال اوديت او اكسترنال اوديت حتى، او حاجات زي كده، المراجعات، عمليات المراجعات على الشركة، ده بيدي نوع من أنواع السبورت بشكل جيد جدا للجاستيفيكيشن للقرارات اللي اتخذت، للمصاريف اللي اتعملت وهكذا. ده مش كده وبس، ده الناس أساسا بتنظر للشركات اللي هي قادرة على عمل إدارة المخاطر بشكل فيري بروفيشنال ان هي ميزه تنافسيه، يقول لك ده مش هيفشل طالما ان هو قادر على ان هو اتشيف الريسك مانجمنت بشكل احترافي، يبقى تاكد ان هو مش هيفشل مهما يعني دايما بنسبه كبيره يعني ان شاء الله، مهما تتغير الاحداث، مهما يخش اسواق جديده، طالما عنده النو هاو ازاي انه يدرس المخاطر بتاعت المكان ويتعامل معاها ويمانجها بشكل جيد جدا، لا يبقى كده هينجح برضه. طيب احنا خدنا 10 ملامح، مش 8 ملامح بس، لا خدنا 10 ملامح من ملامح الاي ار ان. طب احنا عايزين نعرف تعريفات الانتربرايز ريسك مانجمنت كما وردت في اماكن مختلفه، على سبيل المثال الار اي ام اس عرفوها بايه؟ عرفوها قال لك الانتربرايز ريسك مانجمنت از استراتيجيك بزنس ديسيبلين، يعني هو احد انواع البيزنس الاستراتيجي اللي هو بعيد المدى. لما هتعمل بقى بيزنس بس بعيد المدى، فاذا احد انواع ادارته هي الانتربرايز ريسك مانجمنت. جميل، ليه؟ لان هو ده اللي سبورتس ذا اتشيفمنت اوف اورجانيزيشن استراتيجيز،
وorganization objectives، ده اللي هيسهل لك أو هيساعدك في تحقيق الأهداف بتاعتك. إزاي؟ by addressing the full spectrum of its risks، إن هو هيعرف لك كل المخاطر المرتبطة بالأهداف دي أو الشركة بتاعتك ممكن إن هي تواجهها، مش إنه هيعرفها وبس، لأ ده هيعرفها ويعالجها ويعالجها ويبدأ يعملها عملية مانجمنت بشكل جيد ومترابط. ده تعريف الـ RIMS. الكوزو حبيبنا الشهير، احنا عملنا لنا الفريم ورك اللي اسمه كوزو، احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل المحاضره اللي فاتت. فقال لك بقى عرف هو الكوزو الانتربرايز ريسك مانجمنت، قال لك ان دي عمليات. تمام، قال لك العمليات دي افكتد باي ذا انتيتيز بورد اوف دايركتورز، يعني بيتم تنفيذها من خلال أعضاء مجلس الإدارة والسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة المدراء الكبار جدا في الشركة والآخرون. وفعلا ده كلام منطقي جدا وصح جدا، لأن عادة المفروض القيادة بتاعت الشركة أو بتاعت البيزنس هي اللي بتبدأ تعمل مانجنج للريسك مانجمنت، وهي اللي بإنفورس الآخرين أو تحفز الآخرين إن هم يعملوا إيه الأنشطة بتاعت الريسك مانجمنت. وطبعا قال لك بقى من خلال وضع الاستراتيجيات ومش عارف ايه والكلام اللي احنا ايه عارفينه ده، عشان برضو نعمل الثلاث حاجات ان احنا ايدنتيفاي الريسك ومانج الريسك ومش عارف ايه وهكذا. في جهه اسمها IIA اللي هي انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز، معهد المراجعين الداخليين، دول طبعا عشان جماعه مراجعين ودايما بيدققوا يعني يقولوا عليهم مراجعين يا مدققين، جماعه دول بقى اللي بيراجعوا ويكتشفوا الاخطاء ومش عارف ايه. عشان كده لما وصفوها راحوا قالوا لك ايه الريجيريوس اند كوردينيتد ابروتش، هي طريقه يعني ما فيهاش تفاهم، طريقه ما فيهاش هزار، طريقه حاسمه ومنظمه للاسيسنج اند ريسبوندنج تو اول ريسكس، علشان ان انا اقدر بيها اقيم وان انا اعمل استجابه لكل انواع المخاطر اللي هي ممكن تاثر لي على الاتشيفمنت بتاعه الاورجنايزيشن، أهدافها الاستراتيجية والمالية. في جهة أخرى اسمها HM Treasury all the processes involved identifying assessing، يعني قالك بقى كل العمليات اللي هي بتعرف وتقيم الريسك وتحدد لها مين الريسك اونر بتاعها وإن هي تبدأ تاخد أكشنز عشان تعالجها، هي دي الانتربرايز ريسك مانجمنت. طيب عايزين بقى نشوف البينيفيتس بتاعت الانتربرايز ريسك مانجمنت. احنا خدنا من المحاضره اللي قبل اللي فاتت كان في فريم ورك جميل جدا 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 او سكور شيت كده اللي هو كنا بنقيم مثلا كل 3 سنين الشركه على اساسه، كان اسمه اف اي ار ام. دايما ده يبقى في بالكم، لان فعلا انتربرايز ريسك مانجمنت انا عاده ببص على الاربع اوجه اللي هم الاف والاي والار والام. الاف الفاينانس، والاي اللي هي الانفراستراكشرز، والار اللي هي الريبيوتيشن او السمعه، والام اللي هي الماركت بليس او السوق. فهلاقي ان في فوائد للانتربرايز ريسك مانجمنت من الناحيه الماليه، زي على سبيل المثال ريديوس الكوست اوف فاندنج اند كابيتال. انا النهارده لما اعمل ريسك بشكل جيد هقدر اخفض الفلوس اللي انا محتاجها للتمويل. يعني ايه؟ يعني النهارده لو حد ما عندوش ريسك مانجمنت فاكيد بيعمل اخطاء كتيره وبيخسر خسائر كبيره، فمحتاج تمويل ضخم علشان هو يقدر يمشي. انا النهارده لما اعمل ريسك مانجمنت اكيد هقلل من التمويل اللي انا محتاجه. وكذلك بيتر كنترول اوف كابكس ابروفلز. ايه هو الكابكس؟ في حاجه اسمها كابكس وفي حاجه اسمها اوبكس. الكابكس اللي هو جاي من الكابيتال او راس المال، الاوبكس اللي هي المصاريف التشغيليه. فبرضو انا النهارده لما يبقى عندي راس مال هبدا ان انا اشتغل بيه، اكيد لما اطبق انتربرايز ريسك مانجمنت اكيد هعمل كنترول افضل او مراقبه جيده وسيطره افضل على الكابكس، وهجيب ابروفال لهذا التمويل بطرق اسهل، مما لا شك فيه هزود البروفيتابيليتي. وكذلك هيبقى في accurate financial reporting و enhance corporate governance، وهيحسن طبعا
في الحوكمه اللي على مستوى الشركه. يبقى ده على مستوى الاف او الفاينانشال. البنفيتس في الانفراستراكشر هتخلي فيه افشنسي اكتر، في كفاءه افضل، وهتخليني اتشيف of the state of no disruption. يعني ايه؟ ان انا دايما ابقى شغال، ابقى دايما بنتج، زي المثال بتاع البقاله، ان الراجل ده دايما كل ما تروح له تلاقي عنده منتجات، فهو ما عندوش disruption، ما عندوش تعطل، مش واقف يقول لك لا والله ده احنا واقفين، لا والله ده احنا مش شغالين، لا والله ما عندناش. نسمع دايما الكلمه دي، طب ليه بيحلف قبلها؟ ما نعرفش، بس هو دايما ايه دايما؟ قال لك لا والله مش كذا. تمام؟ على حسب ان انت مش هتصدقه، لو قال لك ما فيش كذا وسكت فمش هتصدقه. تمام؟ فبيحلف من قبلها. فهي القصه في كده، ان انت على مستوى الانفراستراكشرز لو مطبق ريسك مانجمنت صح هيبقى دايما انت شغال في اوقات العمل بتاعتك طبعا. كذلك ان انت هتحسن السبلايرز، نفس المثال اللي احنا قلناه، ان الراجل بيقعد يفكر في الموردين بتوعه ومش عارف ايه، فبالتالي انت هتحسن من طريقة السبلاين بتاعتك، وكمان هترفع من معنوياتهم سواء كانوا السبلاير او الستاف بتوعك. يعني ايه الكلام ده؟ ما انت النهارده لما بتكون بتبيع وشغال وحاجات زي كده، الناس اللي بتورد لك كل شويه هتورد لك، هيبقوا مبسوطين جدا وفرحانين بيك جدا، وكمان هيقعدوا يدوك بونص ومش عارف ايه وهكذا. وهيقل طبعا الاوبريتنج كوست وهكذا. تمام؟ يبقى ده على مستوى الانفراستراكشر. طب الريبيوتيشن، ما احنا لو حققنا الكلام ده يبقى اكيد الريبيوتيشن هتبقى جيده جدا. اول حاجه الريجوليتورز ساتسفاكشن. مين هم الريجوليتورز؟ اللي هم المشغلين. بما دايما مقصود بالريجوليتورز مش الناس اللي بتشغل يعني، لا، اللي هم الناس واضعي القوانين، يعني الجهات اللي عندك في الدوله، الجهات المشرعه اللي في الدوله. لو انت تبع مثلا وزاره التجاره، وزاره مش عارف ايه، عندك البلديات، عندك الامانات، عندك حاجه اسمها احياء، مش اللي هم المشرعين دول هتبقى ساتسفاي ليهم. تمام؟ كذلك ان انت يعني حتى هم هيبقى فيهم ثقه فيك، تلاقي الناس اللي بتيجي من الجهات الخارجيه دي تفتش عليك، لا عارفين ان انت راجل ملتزم وان انت راجل محترم ومش عارف ايه، مش بتاع ثلاث ورقات زي ما بيقولوا، واللي هو الكلام ده كله. كذلك ان انت هتحسن وهتعمل كابيتاليزيشن لحته البراند نيم بتاعك. كان المكان ده او المحل ده او الريستورانت ده راقي جدا ومحترم جدا، وده هيؤدي طبعا ان هو هيحسن الشير هولدر بتاعك في السوق. وكمان احنا لو انت شغال في شركه، هذه الشركه ليها اسهم معروضه في البورصه بتاعت الاسهم، قيمه السهم هيزيد وهكذا. الماركت بليس، السوق بقى اللي انت شغال فيه، اكيد هيبقى فيه كوميرشال اوبورتونيتيز هتزيد، ده انت هتزودها للماكسيمم، هتعظم من الاوبورتونيتيز التجاريه اللي انت تقدر ان انت تستفيد بيها، وهيحسن من وجودك في السوق. انت النهارده عمال تكسب ارض جديده، عمال تكسب زباين جديده، عمال تكسب حتى سبلاير جداد، كله بيعتمد على الأمور. وكمان احنا دايما بنلاقي ايه؟ الناجح الكل بيساعده، تلاقي ده بيقدم له بونص، وده بيقدم له حوافز، وده عايز يعمله مش عارف ايه، وده يقول له طيب انا بس انت علشان بيجي لك ناس كتير حط لي ده عندك الاعلان ده وانا هدفع لك فيه. لكن يا عيني لو حد مسكين، لا ده هيبص له، ولا حد هيبيع له، ولا حد هيدي له بونص، وحتى يعني مع اللي هو البراندات دايما اللي مشهوره والناس اللي بتحقق ارقام كبيره، تلاقي ان هم ليهم مميزات غير الاخرين، مع ان الاخرين تحس ان هم اللي محتاجين المميزات، ده مش محتاج، لكن هو سبحان الله هي اليات السوق كده. فعلى سبيل المثال مثلا يعني ليا ناس اصدقاء شغالين في مجال الاوبريشن بتاع المولز اللي هي المولات والكلام ده كله، اقول لك احنا شاف الماركات والاسماء الكبيره بدون ذكر اسماء، يعني البراندات اللي هي اللي دايما بتبقى يعني موجوده في المولات الضخمة جدا والفخمة جدا، الأسماء الكبيرة جدا يعني، يقول لك دايما دول بياخدوا مميزات وحوافز من الناس اللي هم أصحاب المولات وبيحطوا شروطهم، مش كده وبس. لو هو هياخد هو ما بيشتريش محل، هو عادة بيأجر، هو بيعتمد على اسمه وعلى سمعته والكلام ده، يقول لك القيمة الإيجارية أقل بكتير من الناس العادية. ده الكلام ده لو هيأجر، وأحيانا مش بيأجر، هو بيقول لك أنا هدي لك حاجة اسمها إيه؟
شير من النسبة بتاعتي، يعني أنا هشغل وهو متأكد إنه هينجح، وده ما بيفتحش غير لما بينجح، وبيقول لك أنا هنجح وهدخل أرباح، أنا هديك جزء من الأرباح ده، وبيقول لك دايماً أقل نسبة. يعني أنا سمعت أرقام مثلاً متفاوتة في بعض الأماكن أو بعض البراندات، يقول لك 40% مثلاً من صافي الإيه؟ الأرباح ياخدهم صاحب المحل اللي في المول ده أو صاحب المول، تمام؟ في ناس تانية من الأسماء المشهورة جداً بتوصل النسبة معاها ل 8%. لو واحد زيي او زيكم حب يعمل البيزنس مثلا، ممكن نقول 70% 75%، فهي العمليه بالعكس، كلما نجح كلما السوق ساعده، كلما حتى تلاقي الحكومه ممكن تتخفض له ضرايبه ومش عارف ايه، لان الناجح الكل دايما بيقف جنبه. فناخد بالنا من دي. طب هتنجح ازاي؟ بالريسك مانجمنت. طيب في بقى ما يسمى بالبيزنس كونتينيوتي. هو ايه مفهوم البيزنس كونتينيوتي ده؟ هو استمراريه الاعمال، والثلاثه دول بقى داخلين في بعض، اللي هو الانتربرايز ريسك مانجمنت والبيزنس كونتينيوتي، وكمان هنشوف موضوع الريزيلينس بعد شويه. ف في تشابه كبير جدا بين الانتربرايز ريسك مانجمنت والبيزنس كونتينيوتي. ليه؟ لان هو هدف البيزنس كونتينيوتي، او لما بنقول مثلا هي بيزنس كونتينيوتي مانجمنت، هي هدفها ان انت تستمر في شغلك. يعني ايه تستمر في شغلك؟ ما يحصلش حاجه تخليك تقف. هو ده مفهوم البيزنس كونتينيوتي، وارتبط كتير بمثلا الحوادث، اللي هي مثلا حاجه زي مثلا حدوث حريق، حدوث مثلا لا سمح الله تفجير، نشأ عن حرب، نشأ عن اتاك، سايبر اتاك، وات ايفر، اللي هي الحاجات الجسام اللي تخليك تقف ما تشتغلش. وممكن يمتد مفهومه اكتر ان انت عمليه اساسيه من اللي عندك تتاثر بشكل كبير فتقف، تقول انا خلاص وقفت انا مش شغال، تمام؟ طيب متى الكلام ده؟ قريب جدا جدا من الانتربرايز ريسك مانجمنت. مش احنا بنقول اساسا جزء من الانتربرايز ريسك مانجمنت ان انا بشوف الهازارد وبشوف المش عارف ايه والكلام ده؟ فانا لو شغال انتربرايز ريسك مانجمنت هقدر ان انا اخدم على المفهوم بتاع البيزنس كونتينيوتي بشكل جيد، لان انا اساسا في الانتربرايز ريسك مانجمنت انا بشوف الاوبجكتيفز بتاعتي، بشوف الكي ديبندنس اللي انا بعتمد عليها، بشوف العمليات الاساسيه الكور بروسيسز بتاعتي. فلو الكلام ده انا امنته يبقى انا عملت بيزنس كونتينيوتي، او هحافظ على موضوع البيزنس كونتينيوتي بشكل جميل جدا. فعشان كده بنقول ان النورمال ابروتش تو ريسك مانجمنت از تو ايفالويت اوبجكتيفز اند ايدنتيفاي ذا انديفيدوال ريسك ذات كود امباكت ذوز اوبجكتيفز. والاوتبوت بتاع البيزنس امباكت اناليسيس از ايدنتيفيكيشن اوف كريتيكال اكتيفيتيز ذات ماست بي مينتيند فور اورجانيزيشن تو كونتينيو تو فانكشن. دي النقطه اللي احنا بنقولها بقى في البيزنس كونتينيوتي. انا الهدف من البيزنس كونتينيوتي ان انا اشوف ازاي يحدث استمراريه في الاعمال. فهم دايما بيحللوا ويوصلوا لبعض من الانشطه، اقول لك دي لو لا سمح الله ضربت خلاص انت شغلك وقف. زي موضوع الصفحه، على المستوى الشخصي هتلاقي اكيد في من حضراتكم كتير شغالين في الموضوع ده، او ليهم حد من اخواتهم او كده يقول لك انا عندي صفحه وبعرض حاجات وببيعها وكلام من ده. طيب من الحاجات الاساسيه ان انت لو قدر الله ان الصفحه مثلا اتاك، او انها اتضربت او وقعت او حاجه، او ان النت اتضرب، فالاتنين دول هم اللي لازم تحافظ عليهم عشان موضوع استمراريه البيزنس بتاعك. عشان تحافظ عليهم انت خلاص عرفت ايه هي الكريتيكال ايتمز اللي انت لازم تبقى دايما سكيورد. وطبعا من الحاجه الثالثه اللي هو لو حد فيكم مستخدم بقى اللي هي الاي تي ام والكلام ده علشان للدفع من خلال النظم الالكترونيه والكلام ده، لازم طبعا يامن السكيورتي بتاعت الصفحه عشان مش يجي حد يدفع عندك يحصل عليه اتاك ويسرقوا الفيزا بتاعته، سمعتك راحت على طول. فانت هتحدد اثنين او ثلاثه ايتمز دول ما فيهمش هزار، حاجه فيهم تتضرب يبقى البيزنس بتاعك كله باظ او تعطل لفتره طويله وممكن ما يفتحش تاني، تمام؟ فمن خلال الانتربرايز ريسك مانجمنت انت المفروض ان انت هتعرف المخاطر اللي هتاثر على العناصر دي وتبدا تعمل لها، يعني مش مانجمنت بقى، انت بتعمل لها سكيورتي او سكيورتي، ازاي تخلي العناصر دي امنه. عشان كده بيقول لك دايما هتلاقي ان الاي ار ام ابروتشز
والبيزنس امباكت اناليسيز، الاثنين قريبين جدا ومتشابهين جدا، فيري سيميلر، لان هما الاثنين يعتبروا بيخدموا على نفس الحاجه. فدايما هتلاقي اللي هي ايه، يقول لك الايدنتيفيكيشن اوف ذا كي ديبندنسز، الحاجات الاساسيه اللي انا بعتمد عليها، اند الفانكشنز ذات ماست بي ان بليس، لازم تفضل شغاله انت مستمر عشان ان انا انجح او عشان انا استمر في عملي. طيب هنشوف بقى دلوقتي ايه الاي ار ام او الانتربرايز ريسك مانجمنت في الانرجي والفاينانس. طب اشمعنى في الاثنين دول بالذات؟ لان ليهم طبيعه خاصه. طيب هنا احنا مش هنخش في تفاصيل، لان ده من اكثر الامور تعقيدا، او يعني علم كامل متكامل، اللي هو طبعا المخاطر الماليه وبيرتبط بيها برضو التامين ومش التامين والكلام ده، وده مش نطاقنا في الكورس بتاعنا. احنا هناخد بس ريسك مانجمنت، لكن مش بناخد الفاينانس ريسك مانجمنت. بس في بعض المصطلحات وبعض الحاجات يهمني ان انت تبقى عارفينها. يعني ما ينفعش ان انت تبقى حد متخصص في الريسك مانجمنت ويبقى عندك قصور في بعض المفاهيم او ما تعرفهاش مرتبطه بهذه المجالات. فمثلا على سبيل المثال في موضوع الفاينانس، في الفاينانس هو على فكره برضو الانرجي والفاينانس الاثنين قريبين مع بعض في حاجات كتير، عشان كده دايما بذكروا الاثنين مع بعض. انت النهارده لما بتطبق انتربرايز ريسك مانجمنت بتعمل حاجه اسمها تحسين للكابيتال اند افشنسي باي بروفايدنج اوبجكتيفز فور ري الوكيشن ريسورسز اند اكسبلوتنج ذا ناتشرال هيدجز اند بورتفوليو افكتس. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه شديده جدا، انت لما عندك اي ار ام، عندك انتربرايز ريسك مانجمنت، لو نظام كامل ومتكامل، بتقدر تعرف ايه هي المخاطر الحقيقيه اللي بتواجهك وتقدر تقيمها. الجماعه الماليين عندهم حاجه اسمها هيتشز، ويمكن احنا بنسمعها حتى في التلفزيون وفي نشرات الاخبار والتصريحات الرسميه حتى بتاعت رؤساء الحكومات والكلام ده، مصطلح اسمه التحوط. يعني ايه التحوط؟ هو جاي من كلمه احتياطي. دايما تلاقي القيادات بيتكلموا عن حاجه اسمها الاحتياطات او الاحتياطيات الاستراتيجيه. انت النهارده في المجال المالي لازم يبقى عندك قيمه ماليه معينه دي انت عاملها احتياطي للتحوط من المخاطر، عشان كده دايما يقول لك hedges and risks، التحوط للمخاطر. بس على سبيل المثال زي ايه؟ ان انت بتعمل بيزنس معين وبتقول انا حاطط دول كده زي contingency، او يعتبروا برضو هم تحوط لما يحدث، فلازم القيمة دي تبقى منطقية. فمين اللي هيخليها ان هي منطقية؟ اول ان انت تحسب الريسك بشكل جيد. ما انت لما حسبت الريسك عرفت ان الامباكت بتاع الريسك قد ايه، فلما تحط قيمة احتياطية متوازنة مع هذا الرقم يبقى انت بتتكلم كلام منطقي. وكذلك ان هي supporting financial decision، بتقدر ان هي تخليك ان انت تاخد قرار مالي صح، مبني على فاكت، مبني على حاجات حقيقيه مش عشوائي. لما انت بتعمل الكلام ده بتخلي ان في ثقه من الجماعه المستثمرين اللي هم بيستثمروا عندك. واحنا على فكره دايما هنلاقي ان البنوك والاوعيه الماليه والكلام ده بياخدوا الفلوس بتاعت المودعين وبيستثمروها في اماكن كتير وحاجات زي كده. فهو لو مش قادر يعمل انتربرايز ريسك مانجمنت بشكل كامل هيروح في 60 دهله. طالما اتكلمنا عن الفاينانشال والامور الماليه يبقى لازم نتكلم عن حاجه اسمها باسل، او مش نتكلم عليها، نعرفها بس، حاجه اسمها باسل. في كان في باسل 1 وفي باسل 2 وباسل 3. ايه بقى موضوع الباسل ده؟ الباسل ده في الباسل 2 ده اللي هو كان سكند سيت اوف انترناشونال بانكينج ريجوليشن ديفايند باي، دي بقى اللي احنا محتاجين نعرفها كويس جدا، اللي هي اسمها باسل كوميتي اون بانك سوبرفيجن، اللي هي لجنة بازل للرقابة المصرفية. اللجنة دي ببساطة عملت مجموعة من الريجوليشنز أو القواعد اللي المفروض إن هي تطبق في الأمور المالية، عشان كده دايما الناس الماليين وبتوع المؤسسات المالية وكده هتلاقيهم فيري فاميليار بنظام بازل ده. الكلام ده كان جاي بعد بازل 1، وهو بالمناسبة بعد كده عملوا بازل 3. باسل 2 هو مشهور جدا جدا، ده فريم ورك بيعتمد على 3 بيلرز، زي كما كنا بنقول الايزو 31000 ديبندنج اون 3 بيلرز، بس الفرق ان احنا مسكنا
3 بيلرز بتوع الايزو فصصناهم وخدناهم حته حته وقعدنا نسال فيهم كتير جدا ليه؟ لان ده شغلنا، احنا ناس بتاعت ريسك مانجمنت، بس احنا ناس مش بتوع فاينانشال ريسك مانجمنت وهيدجز ومش عارف ايه والكلام ده. فاحنا بس هنا هنعرفهم مش اكتر. في ايه هما الثلاثه بيلرز؟ اول حاجه اللي هو الحد الادنى لمتطلبات راس المال، الحاجه الثانيه ان يبقى فيه مراجعه اشرافيه، والحاجه الثالثه انضباط الاسواق اللي هي الاسواق الماليه والكلام ده. Banks have been subjected to Basel ان ابتدوا ان هو في Basel 2 for some time and preparing for implementation، ابتدوا ان هم كانوا بيستعدوا بعد Basel 2 ان هم يطلعوا Basel 3 سنة 2019. طبعا برضو طالما احنا بنبدأ نتكلم على موضوع الامور المالية والمؤسسات المالية والكلام ده ومدى أهمية وخطورة تطبيق الريسك مانجمنت في القطاع المالي، مما لا شك فيه إن إحنا أو الكتير مننا هيتذكر ما حدث سنة 2008. وما حدث سنة 2008 كان انهيار لعدد كبير جدا من البنوك والمؤسسات المالية، وكانت أغلبها كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المرتبطة ماليا بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب لما فشل بالمناسبة الحادثة بتاعت 2008 دي أدت إلى إن في كتير شبه فقدوا الثقة كمان في الريسك مانجمنت نفسه، علم الريسك مانجمنت وكيف تقلق، ما الناس دي ده أمريكا ودي البنوك اللي في أمريكا أو المؤسسات المالية اللي في أمريكا. لما فشلت هل ده معناه إن الريسك مانجمنت فشل في القطاع البنكي أو القطاع المالي؟ لا، الجملة دي غلط. اللي فشل هو فشل في تطبيق البرنسبلز بتاعت الريسك مانجمنت في الوقت ده. وبالمناسبه السبب الحقيقي، الكلام ده مش مكتوب بس لان الموضوع ده انا في الوقت ده كنت لسه مخلص الماجستير في الريسك مانجمنت والموضوع كان فيري انترستنج بالنسبه لي، واصلا كان قبل ما يحصل انهيار سنه 2008 كان في مؤشرات كتيره كتير كانوا حاسينها، وانا واحد من الناس كان عندي هذا الاحساس ان هيحصل انهيار في الاسواق الماليه. ليه؟ لسببين، لان كان العاملين في المجال الريسك مانجمنت بالذات وفي المجال المالي في البنوك الكبيره وفي المؤسسات الماليه الكبيره جدا بالذات في الولايات المتحده الامريكيه كان فيهم سمتين. السمه الاولانيه ان هم كانوا بياخدوا ارقام فلكيه وارقام وهميه من مرتبات وعملات فهم نفسهم الارقام المهوله دي يعني لوحدها هتاثر على القطاعات الماليه بتاعتهم، بس طبعا مش هو ده السبب الوحيد. السبب الثاني ان الناس دي ما تستحقش واحد على 100 من الارقام اللي كانوا بياخدوها، كانوا كتير منهم لا كانوا خبراء ولا دياولو، هم يعتمدوا على الجود برزنتيشن والكلمات البراقه والمش عارف ايه الزواق، لكن هم عاملين ريسك مانجمنت حقيقي؟ لا، عاملين زواق جامد جدا 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 لعمليات الريسك مانجمنت، عمليات الريسك مانجمنت متزوقه تمام. لكن هل هي ريسك مانجمنت حقيقي؟ لا، مش ريسك مانجمنت حقيقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال مثلا انت النهارده لما بتعمل، يعني انا لما بطبق ريسك مانجمنت مثلا، بس انا اغلب شغلي على مستوى المشاريع والبروجرامز وهكذا، فبيبقى دوري مثلا على سبيل المثال والحمد لله انا في المجال ده انا بعرف اعمل ريسك مانجمنت حقيقي مش ريسك مانجمنت نظري. فمن ضمن الحاجات مثلا اللي بعملها اللي هي المعايير اللي هقيس بيها زي البي اي ماتريكس والسكيل. كتير جدا من المتخصصين بيتلخبطوا في الحته دي، ان مثلا يلاقي ان زي ما احنا ما قلنا في احد المحاضرات السابقه ان بيبقى في حاجه اسمها الشهيه بتاعه الشركه او متخذ القرار للريسك، انه مثلا في الفتره دي مش عايز يشيل ريسك كتير، عايز يكون الحد الاقصى للريسك بتاعه متدني شويه او قليل شويه. فده بيلخبط ناس اللي هي مش محترفه، ان هو لما بيجي يعمل مقاييس القياس بتاعه الريسك امباكت بيعملها ان هي زي متحفظه زياده عن اللازم. لكن لا، هو المقاييس اللي بتقيس بيها الريسك ده بقى كلام المحترفين مش مرتبطه بالراجل اللي عندك او متخذ القرار انه مش عايز ياخد ريسك كبير ولا قليل، لا هي مرتبطه بطبيعه
القرار اللي انت هتاخده او المشروع اللي انت هتعمله. لو المشروع ده مرتبط يعني هيكون معرض لريسك ضخم، فانت لازم تعمل مقاييس كبيره تقيس بيها الريسك الضخم ده، مش تعمل له مقياس صغير. تمام؟ فخلونا نشوف بيقول لك بقى سبب ان البنوك انهارت. على فكره كان عدد مهول جدا، اعتقد عدى مئات البنوك اللي انهارت سنه 2008، او بنوك ومؤسسات ماليه، والموضوع كان ضخم وسمي على ما اظن الكارثه الماليه او الازمه العالميه حاجه كده يعني. تمام؟ فبيقول لك التحليلات بقى بتاعت الكلام ده قال لك ان في خطأين، بس هتلاقوا الاخطاء دي مبنيه على الكلمه اللي انا قلتها لكم ان هم مش هينفع يكتبوها يعني. اللي هو ايه؟ الناس دي كانت بتاخد ارقام عاليه جدا جدا جدا، سمسارات وعمولات ورواتب ليجل وشرعيه، يعني مش بنقول عندهم كوربشن، لا، الشرع بتاعهم كان عالي جدا جدا بشكل مبالغ فيه قوي في الفتره دي. والحاجه الثانيه ان الناس دي اصلا كانت ضعيفه، كانت بتوع اوانطه مش بتوع شغل حقيقي، مش كلهم طبعا بس نسبه كبيره منهم. والازمه هي اللي بينت فشل الناس دي، فالفشل كان فيهم في الاشخاص دول وليس في الريسك مانجمنت نفسه او البرنسبلز بتاعت الريسك مانجمنت. هنلاقي على سبيل المثال في خطأين اساسيين وقعوا فيهم. ان الاكيوريت ريسك اند ريورد اناليسيز ووز نوت undertaken. يعني ايه؟ يعني الناس دي عشان ضعيفه فنيا، فكان لما بيجي يحسب الريوردز، يعني ايه الريوردز؟ اللي هي انت النهارده لما بتيجي تاخد قرار استثماري معين، بتشوف الفوائد والمكاسب من ورا القرار ده. على سبيل المثال هبسطها لكم بحاجه بسيطه شويه. نفترض ان انت جيت في احد الاماكن، منطقه جديده او حاجه زي كده، وقلت انا هتملك فيها مثلا محل. تمام؟ انت اشتريت المحل ده بقيمه مثلا مليون. بعد 4 شهور او 5 شهور فجاه لقيت المحل ده ممكن تبيعه مثلا بمليون و300، فالمكسب بتاعك 300,000. عظيم. فالناس زي ما كانت بتعمل قراراتها كانت بتعمل قراراتها مبنيه على الكرنت سيتويشن، البينيفيتس الحاليه. فيقول لك اه ده انت كده كسبت من قرارك ده 300,000، لكن ما حللش او ما كانش عنده القدره انه يحلل البينيفيتس المستقبليه. يعني ايه؟ يعني النهارده المحل ده مثلا ممكن انت تاجره بعد كده في الشهر مثلا ممكن ب 100,000، فيدخل لك ثمنه في سنه وبعد كده يبقى كله مكاسب. فهو يجي يقول لك لا ده انت كده ب 300,000 انت بيعه دلوقتي، انت كده تبقى حققت مكسب 30% في ظرف مش عارف ايه، عشان هو غبي او عشان هو مش بروفيشنال. لكن لو كان درس الوضع صح كان لا، يقول لك ده انت بالعكس، ده انت لو وانت النهارده ده انت تشتري واحد بابو مليون و300، مش ان انت تبيع اللي عندك، بحيث ان انت لما ندخل في مرحله التشغيل يدخل لك عائد كذا 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 كذا. فهم ما كانش عندهم القدره على حساب الريوردز المستقبليه، فكانوا دايما بياخدوا، او طبعا احنا بنتكلم على الماجوريتي مش على الكل، على الريورد او اللي هي الفوائد اللي كانت حاليا. فبالتالي كانوا بيحرموا اصحاب رؤوس الاموال دي من المكاسب المستقبليه المتوقعه الحقيقيه. الحاجه الثانيه ان مرتبطه شويه بالمثال اللي انا قلته لكم، هو المعايير اللي هم كانوا بيحطوها بيقيسوا بيها المخاطر كانت غلط. وده ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم ان هم كانوا بيعتمدوا على الزواق والشكل والالوان والهمبكه والهبرجه والحاجات دي، لكن ان كلام صح وقوي وسليم ومتين لا، ما كانش عندهم. طبعا مش الكل بس نسبه كبيره منهم. طيب فده كان يؤدي الى ايه؟ انت النهارده حط المقاييس اللي انت بتقيس بيها الريسك، سواء مثلا من احتماليته وشده حدوث وتاثيره والكلام ده كله. فبالتالي كان بيؤدي الى ان انت كنت بتبقى اجريسيف جدا في بعض المخاطر اللي هي مش بتبقى عاليه قوي قوي، تمام، بس انت بتعتقد ان هي ضخمه جدا، فبتاخد قرارات عنيفه ان انت لا هتجنب المخاطر دي، هتجنب البيزنس ده، او يكون عندك مخاطر وان انت تتجاهلها اجنورد، وهي المفروض لا يتم تجاهلها. طالما احنا اتكلمنا على البيزنس كونتينيوتي واساسا شغلنا على الاي ار ام، بس طالما ذكرنا البيزنس كونتينيوتي اللي هي استمراريه الاعمال، يبقى في مصطلح مهم جدا اسمه ريزيليانس لازم ان احنا نعرفه.
طالما هنقول ريزيليانس لازم نفتكر بالخير جهة اسمها Organizational Resilience Standard، أو مش الجهة، يعني نتذكر بالخير الـ Organizational Resilience Standard اللي هو المواصفات الخاصة بالريزيليانس اللي عملتها الأمريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت. عظيم. إيه موضوع الريزيليانس؟ الريزيليانس ده ببساطة اللي هو ازاي ان انا يبقى عندي مرونه. يعني ايه مرونه؟ ازاي ان انا اتقبل الصدمات. صدمات مش خبطات، ضربات، كلام من ده، لا، الصدمات اللي ناتجه عن المخاطر. يعني يحصل مشكله او حادثه او خطر ماتيريالايزد تبقى ايشو، راح خبطني خبطه، ازاي ان انا يبقى عندي القدره على المرونه واستعاده وضعي تاني. تمام. فعشان كده ان هو دايما ايه بنقول، هو القدرة على وضع الاستراتيجيات تو بريفنت، لما نقدر ان احنا بريفنت، يعني مثلا زي ايه، زي الملاكم وهو بيضرب بالبوكس، ان هو يقدر بريفنت ان هو يجي يمين او شمال فمنع الضربة ان هي توصل له اصلا، تفاداها لما يقدر ان هو يتفادى، او بريبير فور ميتيجيت ان هو يقدر ان هو يخففها، وي ريسبوند اند ريكفر التعطل اللي حصل له بنتيجة الحادثة اللي هي الاكسيدنت او المشكله اللي حصلت، ازاي ان هو يقدر يرجع تاني يمارس، زي مثلا الاماكن اللي يحصل فيها انهيار جزئي مثلا، فازاي ان هو بسرعه جدا يفصل جزء المنهار عن الجزء التاني فيشغل التاني يمكن بكفاءه اقل شويه ويرجع يصلح ده ويشغل الاتنين مع بعض ويرجع لكفاءته تاني. هو ده المقصود بالريزيلينس، استعدادك للكوارث اكتر او للحوادث اكتر. وبالتالي فاحنا بنقول النظريه العامه اللي هي الاوفرول ابروتش للريزيلينس او الريزيلينت اورجانيزيشن، هي محتاجه ان هي بريفنت بروتكت اند بريبير ان ريليشن تو ريسورسز اند اسيتس. طبعا هيعمل الثلاثه دول اللي هو بريفنت وبروتكت وبريبير بناء على الريسورسز اللي هي عنده اصلا والاسيتس اللي هو يتملكها عشان يبقى قادر على ايه بقى، الريسبوند والريكفر اند ريفيو بعد حدوث الازمه. طبعا في ربط ما بين البيزنس كونتينيوتي والريزيلينس، لان هي دلوقتي البيزنس كونتينيوتي انت عندك اليمنت اساسي حصل له اتضرب نتيجه حادثه، نتيجه كرايسيس، نتيجه حاجه معينه، فبيأثر لك على، بيعمل لك نوع من انواع تعطل البيزنس بتاعك، فانت لازم يبقى عندك استعداد ان انت تعمل ريكفري وترجع تاني لوضعك الاصلي من خلال الاستراتيجيات اللي احنا بنقول عليها اللي اسمها الريزيلينس. وبيبقى عندنا 3 behaviors that should be achieved by an organization علشان increase the resilience. انت طبعا كلما خليت الشركه بتاعتك عندها مقدره اعلى على المرونه وامتصاص هذه الصدمات والاحداث والكلام ده، كلما كانت ايه ناجحه ومرنه اكتر. فاول حاجه بيقول لك awareness of changes in the external and internal and risk management environments. اول حاجه تبقى عارف ايه ممكن يحصل لك من الانترنال والاكسترنال انفايرمنت بتوعك، فلما تعرفهم اكتر ده هيسهل عليك ان انت تكون ايه عندك ريزيلينس قوي. الحاجه الثانيه ان انت تعرف، يعني كانك ايدنتيفاي بمعنى ادق. تمام. الحاجه الثانيه ان انت تو بريفنت، ما انت لما تعرفهم تحاول ان انت بريفنت او بروتكت او بريبير، يعني يا تمنحهم يا تحمي يا اما تستعد وتجهز ليهم. ان ريليشن تو اول تايبس اوف ريسورسز انكلودنج اسيتس ونتورك، علشان ان انت تحافظ على كل الريسورسز بتاعتك والاسيتس بتاعتك والشبكات بتاعتك والعلاقات بتاعتك وهكذا. وبعد كده ريسبوند اند ريكفر اند ريفيو، دي المرحله التاليه، ان انت ما قبل الحادثه ان انت بريفنت او بروتكت او بريبير ان انت تحافظ. طب حصلت الحادثه بالفعل او الازمه، زي الناس مثلا اللي هم على مناطق ساحليه مثلا، بيبقى عارف ان هيجي عليه موسم هيبقى فيه امطار شديده وهواء ومش عارف ايه، هم منتظر الكارثه دي، فازاي ان هو يمنع انها تاثر عليه، هو مش هيمنعها هي بس هيمنع تاثيرها عليه، او ان هو يحمي نفسه بزياده، او ان هو يستعد بقى ويعمل بريبريشن ان هي لما يحصل عليه العواصف او الامطار او الكلام ده على قد ما يقدر، وبعد لما تحصل يبدا بقى ان هو ايه يشوف الدمج اللي حصل عنده
المفروض ان هو يكون متوقعه وحاسبه بنسبه كبيره بشكل منطقي، فيبدا ان هو استجابه وريكفر يصلح وريفيو بقى، هل خلاص انا وصلت للوضع الطبيعي بتاعي ولا بس كده. المحاضره النهارده كانت يعني جميله ومفيده وتطرقنا لحاجات كتيره، بس اللي انا عايز اوضحه ان في بعض الحاجات انا ما ينفعش اخش فيها بالتفصيل، بالذات زي ما امور الباسل واللي هي التحوطات الماليه والكلام ده، اللي ده كلام معقد جدا، وده علم او كذا علم مع بعضه قائمين بذاتهم. اللي منكم طبعا متخصص في هذه الامور هتلاقي ان هو عنده معلومات يمكن احسن مني بكتير كمان فيها، او اللي انترست انه يشتغل فيها وعنده الباك جراوند الاساسيه، طبعا انا انصحه ان هو يكمل كورسز فيها ويتعرف على موضوع الباسل ويقرا اكتر ويطلع والحسابات المرتبطه بيه وهكذا. القاكم على خير ان شاء الله في حلقات المناقشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.